أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من حج عن غيره أو اعتمر فهل يكتب له ثواب حجه أو عمرته عن الغير مثل ذلك الذي أداها عنه؟ النسك يكون عن المنوب عنه، أما الأعمال الأخرى كالصلاة في المسجد الحرام والدعاء في عرفة وفي مزدلفة وفي والتلبية والنوافل والصلوات كلها لنفسه له هو، الميت عنه أو المنوب عنه إنما له المناسك فقط. نعم، وما زاد عليها فهو للفاعل. نعم.